مرحبا بأهلي وناسي وبعائلة روح المائدة. كما راكم تشوفوا هنايا، خبز خمير مطلوع، سموه كما تحبوا، خبز جزائري 100% يعني تاعنا، تاع عماتنا، تاع جداتنا. درت لكم انايا خبز طايب في الطاجين، بصح ما ينعجنش بزاف، سخطوا المبتدئات ولا اللي ما عندهاش بيتخان ولا اللي تعجز تعجن ولا ترهب العجين. انا جبت لكم خبز اكسبريس بالبغا ميكسور، يعني تمثم ويخرج ما شاء الله كما راكم تشوفوا هنايا. دونك يخرج واحد الخبز يعني فريمون هايل كي القطن. اون بليس دو سا يعني قلت لكم ماشي متعوب، ما فيش حوايج بزاف كبار، وتعتمثم يعني سختو راهو جاينا سيدنا رمضان نديروه يعني دقيقه نوجدو الله يبارك. كما راكم تشوفوا كونتيتي بشويه سميد، وشنو الطريقه سهله هذا وكان، وان شاء الله يعجبكم وتسيوه وترجعوا لي بالخبر، وانا دوك نوري لكم التفاصيل كامل تاع لا فيديو. ماذا بكم تبعوني من الاول للاخر هكذا باش ما يروح لكم والو، ودائما فعلوا الجرس وابوني هكذا باش يجيكم دائما جديد. شوفوا هنا راح نقسم لكم انا يا خبيزه طاب في الطاجين، الله الله، شوفوا يعني ما شاء الله جاي شهي من نيبان. انا درتو على الطريقه تاعنا تاع زمان، درتلو ديك الحفيره في الوسط كيما كنا نديرو من بكري، وشنو زمان كانوا يعجنوه ويدلكوه مليح وفوالا. دونك انا نفس الطريقه برك ماشي معجون بزاف، يعني يساعد بزاف النساء ولا يعني اللي راهم يعجنوا، سختو هذا النهارات رانا في ازمه شويه. دونك ان شاء الله يجيكم ساهل وديروه وترجعوا لي بالخبر وتاكلوه بالصحه ولهنا، وكما يقولوا لي ما ندرش يلقاه، يعني شوفوه تتعبوا سي فغي ديروا حويجه بصح لو ريزولتا يعني يخرج هايل. وما كاش قد العجين في الدار، يعني اخبزي خبزك في دارك كما يقولوا، خير من نروحو نشرو سختو مع الظروف اللي رانا فيها هذ النهارات. وانا كنت حابه ندير لكم لا فيديو ايفيكتيفمون درتها وهدرت، بصح خرجت طويله، كنقول لكم قريب نص ساعه بين ليكسبليكاسيون بين لا فاسون كيفاش خدمت، ومن بعد وليت كوبيت الصون وهدرت في الميكرو كيما مالفا. سي بور سا ما نديرش لو ديريكت هذاك، نهدر سا برون بوكو طو، يعني لي فيديو يخرجوا طوال فوق اللازم مملين وما تقدروش تبعوهم كاملين، فوالا اعذروني. سي بور سا قلت لكم ما نهدرش، نهدر هكذا في الميكرو، نهدر قسمه نشوف لي زيماج ونهدر. هذا هو لو مونتاج دون فيديو، ان شاء الله تعجبكم. قلت لكم الوصفه جوزو، ماذا بيا تبعوني وان شاء الله تنجحوا فيها وباذن الله تفرحوا روحكم بها. بسم الله نبداو. انا عندي سالادي غامق، وعندي الكاس نتاعي ولا لو شوب اللي يدير 250 مليليتر، 250 مليليتر، يعني كي نعمرو بالحليب ولا بالماء يتعمر فوالا بربع نتاع الريتلا. نفوتو الحاجة الأولى بيان سيغ العجين، ينعجن بالماء. هنا راني نوري لكم قبل السميد، السميد رطوب يعني لا سيمولين فغيمون لا بلو فين كاع اللي كاين. أنا درت نص ريتلا ماء دافي ولا زوج كيسان كيما شفتو بهذاك، عبرت بذاك الكاس، وراني ندير زوج كيسان سميد رطب. هذا الكسره هذه ولا هذا المطلوع مخدوم بالسميد، اللي ما عندهاش سميد وكامل تخلط فارينه وسميد. درت مغرف ولا مغرف ونص تاع الخميره على حساب الحال، مغرف نتاع بيان سيغ السكر باش تتغدى، وعندي مغرف معمره بيان بومبي تاع حليب غبره. ما عندكش ما ديريش الحليب، واش يدير؟ يساعدك باش يحمر لك ويطيب لك الشباب ويعطي له بنه شابه. عندك اللهم بارك، ما عندكش ما ديريش، سي با اوبليجي، سي فاكولتاتيف. ومن بعد نشد لو بغا ميكسور فوالا، نبدا نطلع. هذا هو لو سكري نتاع هذا الخبز، كيفاش يجيك خفيف. و لو رول نتاع الميكسور هنايا ولا لو بغا ميكسور ولا البلندر اللي حبت دير، مي ماكش قد هذا لو بغا ميكسور يسخن. هنا واش لازم لكم؟ تضربوا كيما راك تشوفوا، انا ما كوبيت لكم والو هنايا، جي برك زربتها. هو رايح يدير الفقاعات هذوك لي بول هذوك، واش معناتها؟ راح يزرب لي الخميره باش الفيلي في، يعني تطلع البوس فيت، يعني نزربها. شوفوا دار رغوه تمتم،
وثاني تبداو تشموا هذيك الريحه تاع قروسيه تاع الخميره. دونك il va faire la rapidité, il va accélérer la fermentation. هذا هو لو رول تاع لو برا ميكسور، ويدخل لي بزاف الهواء باش يجيني الخبز كيما شفتوه خفيف ومهوم ثقب لداخل. سي سا لو رول تاعو. كي نكمل كامل واحد 5 مينوت 10 مينوت بدات خموه نتوما والسميد تاعكم، زدت هنايا كاس اخر نتاع السميد ودرت الملح بيان سور سي بون باسكو خلاص فت دخلت ديك الخميره. ندير هنا واش زدت ان كاتريام فير يعني الكاس الرابع، باسكو كي ديروا الزوج الواله هذوك تخل تضربوه تزيدوا واحد سيغمون يجيكم جاري. انا زدت الكاتريام والسانكيام دوك نعمرو ونحطو دكوتي، يعني نوجد ابوبخي ابوبخي 700 غرام نتاع السميد، ميم با كيلو. شوفوا هنا باين بلي مازالو مخصوص، وانتوما ولا كاليتي تاع السميد اللي عندكم. انا نقول كامل كامل زدت واحد ربع اونكور، راكو تشوفوا بعينيكم زدت لكم واحد ربع، ما عمرتش ميم با نص، كي شفتها مخصوصه غير شويه زدت غير ربع برك. دونك هذوك زوج كيسان وزدت كاس ومن بعد كاس ومن بعد ربع. نتوما سميدكم يقدر ما يكونش كيما السميد اللي نستعمل، وانا دائما نقول لكم نستعمل ماما، هذا انا شريته مقبل الكونفينمون، يعني مقبل ما يجي هذا الحجر المنزلي هذا يتو، دائما عندي سميد في الدار وكي يعجبني السميد نشري منه ونخليته، يعني الحوزه كيما يقولوا خليته نهارات صعاب هذوك تشوفوا صبناه. دونك يشرب فريمون تري تري بيان. على هذه كرفد لينايا 4 و4، نتوما يقدر يرفد لكم 4.5 5، تو ديبون سميدكم. الحاصل العجينه تاعكم هي تلصق شويه مقسمه، نقدر ندلكها فوالا. كنت تشوفوا هنايا ما كوبيت لكم والو، راني ندلكها يعني ماشي ندلك هذا الدليك هذاك تاع اللي يطيح الكتاف كيما كنا بكري، دلكتها برك غير شويه قسمه تتلايم وترطب في يدي تو سامبلومون. هذا ما كان يعني اوبليجي، السميد ماشي كي الفارينه يندلك باغابوغ ليها، دونك باش يرطاب والعجين يولي رطيطب ويولي خفيف. كاينه وحده ستوس وحده اخرى انا دوك نعطيها لكم، وهي الزيت. انا وجدت زوج مغارف زيت نورمال، حبيتو زيت زيتون كيما بغيتو، بصح انا راح ندير زيت نورمال ورايحه ندخلها اون ديرنيي، يعني هذا هو السر الثاني اللي قلت لكم عليه باش يجي فريمون ارطب ارطب وما يديش هذيك لاكخوت ما تيبش مالغري يطول في الطاجين، ولا كنت عارفوا خبز الطاجين نقصوا له النار وخلوه يطيب في غرضه. دونك باش ما يربيش ديك الجلفه هذيك يابسه شويه، هذيك زوج مغير فات زيت با بلوس، تقدروا مغرف ولا زوج. انا يا ربي زوج عمرتهم بالمغرف ودرتهم في ديك الطبيسيه صغيره، وراني ندخل وهنا يولي لي بلو فاسيل ويولي رطيطب ثم ثم. شوفوا حاجه سهله ماشي دليك كبير، هذا راني برك نلم فيها يا ربي واحد الخمس دقائق ندلكو حتى نحسو رطاب وشرب لي ديك زويته اللي درت له فوالا، وخلاص الخبز نتاعكم نورمالمون راهو واجد. هاوليكم يتلايم ما يلصقش يولي هايل، ومن بعد نحطو في لو سالادي اللي عجنت فيه ونغطيه ونخليه يخمر الخميره الاولى. هذا ما كان كي خمر لي انا واحد ربع ساعه باسكو بدا يدفى الحال، قلت لكم نحيه شوفوا طلع كومام شويه، قلت لكم هذيك الضريب نتاع البغا هو اللي يعاونو باش بالخف، يعني سي اون بات اكسبريس عجينه اكسبريس. نوريكم الطاجين، كاين واحد اون ابوني عندي ولا يندام دارت لي ان كومونتير قالت لي اسكو هذوك الطواجن ملاح، قلت لها يعني راني نوري لها بلي هذا الطاجين ما شاء الله سي دو لا فونت يطيب هايل. كاين تاع الحصبه كيما نقولوا تاع وسمو تاع الطين، بصح انا شريت وشحال مخطره تكسر لي، وهذاك يحب طابونه اونكور بلوس. انا راح نطيب في لا كويزينيير، ما نقول ما نكذبش عليكم يجيني اكوتي يعني هكذا ماشي بعيد عليا باسكو البالكون جاي شويه بعيد، دونك كي نخمر ماذا بيا كي نرفد الكريسه تكون دو كوتي هكذا قدامي. ومن بعد واش ندير؟ انا قسمتهم على 4 خبيزات صغيورين، انا نقدر ندير زوجه بصح على جالكم وعلى جال هذ المبتدئات ولا جال اللي يرهبوا العجين ويخافوا يرفدوه ويحطوه في الطاجين،
قسمت لكم على 4 خبيزات صغيرين. انا ذاك الطاجين قوجا من هو الله يبارك يرفد هذاك العجين على زوج، بصح على جالكم باش نوري لكم كيفاش طيبوا خبيزات صغار. درت لكم 4، تقدروا ديروا 3 موين ولا زوج كبار، نتوما حرين. شوفوا واش ندير. انا شديت لي بلا تاع البيتزا، شفتوني خدمتها بالكسره اليابسه ديك الخضره، ندير لهم طراشن وندردر عليهم شويه سميد، ومن بعد نلم مليح ديك العجينه وفوالا، ونحطهم ينحطوا يعني هكذا باش نقدر من بعد نقرصهم. هذا ما كان رمدهم في لاسومولين هذيك بيان سور، فوالا حاجه خفيفه، وخلوهم ينطلقوا يعني يطيحوا. فوالا هاو السميد وريته لكم، فوالا دونك انا نخدم قلت لكم بماما الرطب. فوالا دونك هنايا راني ما نحيت لكم والو. ومن بعد كي نحطو نعاون يدي، كي نشوفها بدات تتلاصق شويه ونسي جامي نقدر ما نقلبها. شوفوا هنايا نستويهم، نديرهم ابوبري 1 سنتيمتر دو ديام دو ديبيسور، يعني نرققهم شويه باش ما يجونيش عاليين بزاف يجي فيه البابا. دونك فوالا راني نقرص لكم بالعقل، سيو تحفوهم، بداو من الوسط وروحوا للطراف. اونطرو طون طاجين راه يسخن نار قليله، انا درتو واحد 20 مينوت بصح ما طيبتهمش كيما شفتوني قرصتهم، خليتهم خمروا واحد 4 ساعه اخرين. ومن بعد كيما شفتو انا نعاون روحي بهذيك اللواحه اونفان لو فون دو تارت اللي عندي، ونحطو نار قليله ما متوسطه، وندير ديك الحفيره كيما كانوا يديرونا. نشفى يما كانت دير ديك الحفيره باش ما ترفدش جلفه على جلفه، ياخذ غير شويه. واستيس واحد اخرى نديرها لكم دوك تشوفوا، يعني رايحه نغمو، واش معناتها ندير له ان كوفيركل. شوفوا يا ربي ميم با اون مينوت ربي هذوك تلافق تمتم نقلبو، ماشي حتى يحمر لي مليح مليح من تحت، تمتم نقلبو ما نخليهش حتى يربي الجلفه. شوفوا مازالو بيض باش من تحت يزيد يطيب وما يديرليش لاكروت. هادو هما لي زاستوس اللي ماذا بيا اتبعوهم وتدوهم، لعل ما تعرفوش ولا كاين اللي ما تعرفش ولا لا يتبع فيا، قلت لكم تحب تتعلم لي ديتاي اني نوري لكم دي فون دو كور. هذا هو شوفوا راني بالعقل النار يعني باش ما نزربهاش نعاود نغطيه ندورها من ذاك الطاجين، على بالكم يحب الوقت ويحب. شوفوا هنايا كيفاش طلعت، يعني ما شاء الله فريمون جات روعه، والخبز هذا كي تسيوه تردوا لي بالخبر، ادعوا لي غير بالخير. شوفوا هنايا خلاص سي بون، كي شفتو محمرت منه من نحيت هذاك لو كوفيرك، وهنايا شوفوا بديت نواسي الحواشي هذوك لي بوردور، سي نورمال ما تقيسهمش النار. دونك هكذا ندور بالعقل 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 حتى نكمل الخبيزات نتاوعي الله يبارك. انا درت 4 بصح بسلامتهم، اكو شفتو في البرومي ديبي تاع فيديو صبتو غير 3، الاولى اللي طابت بسلامتهم قسموها وداروا لها زيت زيتون وكلوها بصحتهم. وانتم جربوه سختو كي يكون سميد شباب، وقلت لكم بغا ميكسور ما عندكش ديري بلندر ديري فوي، يعني قلت لكم وصفه ناجحه 100%، وعطيتكم كامل باش تنجحوا فيها باذن الله. ان شاء الله مزيد من الوصفات، وان شاء الله مازال ايام ونزيدو نشوفو خبز واحد اخر، انواع واحد اخرى، من نقدر نزيد نجيب لكم خبز ثاني من دول واحد اخرين. عندي بزاف الكتب، واحد العام مرت خويا جابت لي 2 ليفغ من فرنسا، يعني دو تري بو ليفغ هكذا تاع سبيسيال بان، راني نفيتي فيه كش ما تعجبني وصفه اللي تساعدكم كامل نديره لكم ان شاء الله. فوالا دونك هكذا سيو، ما تعجزوش على الخبز، وانا راني بسطت لكم قد ما قدرت. نقول لكم يعطيكم الصحه وتبقاو على خير الى الملتقى باذن الله.